And I wish you knew us. كنت بتعرفنا من سنتين. كنا بمنطقة بأنهايم اسمها Little Arabia. يعني البلد العربية الصغيرة. وكان عنا هونيك المحل فتحناه ب 2012. جينا من سوريا لهون أنا وعائلتي 2011. ماما بابا بدنا يبلش شيء صغير عشان يأمنوا حياتنا لأولادهم. فتحوا المحل وصاروا يشتغلوا هني بنفسهم. ماما بالمطبخ، بابا عمره 50 سنة عم يضيف طاولات. وهيك كبروا شوي شوي وجابوا كانوا بس يحاولوا يجيبوا شغيلة، بس شغيلة لاجئين سوريين لاجئين، وكان المحل كتير حلو وكان مزينينه عاملينه، بس احنا كان كل المحل بس يجوا علي عرب، ما كان يعني امريكا بتعرفنا. بعدين صارت كوفيد واكيد الشغل نزل. بعد ما نزل الشغل بابا كان بالسيارة عم بمرق من قدام المحل هلا نحن فيه، لا sign for lease and he's like oh you know and then so we signed a lease for a good price and no can COVID it was bad economy. ودخلنا لهون عرفنا انه ورانا بيلعبوا بيسبول ديزني لاند دقيقتين بيلعبوا هوكي down the street so it was like oh my god so we signed it. بعدين بلشنا انا واختنا سوزان بلشنا المشروع. بدي افرجي الريسبي تبع ماما للامريكان كلهم، بدي كل الناس يشوفوا لانه العرب بيعرفوا اكلنا اكيد، بس امريكا ما بيعرفوا اكلنا. سو لازم تشوف انا هلا بالمحل هلا وقت الغداء و 90% هلا اللي وراي يمكن 100% كلهم امريكان قاعدين عم بياكلوا عم بينبسطوا، وهدول بيجوا لعنا كل اسبوع لانه بيشتغلوا حوالينا هون في عنا بيلدينجز. عم حاول هيك ما we don't want to let go of our true Arab authentic الأكل نفسه بس عم حاول نخلي مثل inviting feeling للأمريكان so yeah هلا صرنا سنة ونص الحمد لله. يعني الشغل amazing يعني ما تخيلنا وقت ناس بيخلصوا من هون angels بدو بيلعبوا baseball بيجوا معهم بيرة وهات و angels gear و baseball bat كل شيء بيجوا ما بيعرفوا شيء they're like oh هذا محل قريب let's try it. How they have fun and they come back and they come back and they come back. أنا اسمي هادي حج عمر، أنا من سوريا. أنا وأهلي جينا على أمريكا ب 2012. بعد الحرب طلعنا جينا لهون على أمريكا. وماما بابا فتحوا محل صغير. وماما بتحب الأكل طول حياتها، هي من حلب، يعني الكبة مشهورة بحلب. في 15-16 نوع كبة. So جينا أول كم شهر وقت فتح المحل أنا كنت عمري 11 سنة، سو كنت صغير ما بعرف شيء. بس ماما كان على التليفون مع نانتي مشان كل شيء عم تعمله بالمطبخ، يعني بتقول له شلون بدي اعمل فلافل ل 100 شخص؟ كانت ماما تعمل بالبيت ما بتعرف تكبر. بعدين شوي شوي كبرنا. بعدين بابا كان برا عم بنظف طاولات لانه ما كان في شغيله، ما كان في عندنا مصاري بعدين شوي شوي كبرنا والحمد لله بلشنا نجيب شغيله. وما بابا بابا ما شاء الله يعني ايده للخير بس بده يساعد الناس، فبلشنا نجيب لاجئين. كان في وبعدين جبنا مره لاجئه من سوريا كمان بالمطبخ عندنا. سو المحل كله بس كان لاجئين سوريين، يعني انت جاي على سوريا. كان في عندنا مثل بلكونه المحل قديم هيك فوق فيه ارجيله بس ما بتقدر توصل لها بس بتقدر تشوفها. وكان ماما وبابا يسموها بيت جده ونانا. ونحن كنا 11-12 سنة وكنا عايشين بسوريا كنا دائما نحب نروح على بيت جده ونانا الجمعة. So, كان المحل كان مثل بيتي الثاني لأنه أنا أروح من المدرسة أرجع المحل أقعد بالمحل أدرس هنيك. ما بابا ما كانوا بالبيت كانوا بالشغل. بعدين شوي شوي الشغل كبر 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 وكنا كان عندنا كل شيء، عندنا شيش برك، عندنا 10 أنواع كبة، عندنا كل الكبابات، المنسف، الكبسة. بلشنا نعمل شغلات مالها سورية مثل الكبسة والمنسف. بس والله ماما تعلمتها وزبطتها كويسة. بعدين بعدين الحمد لله كبرنا ونحن عنا المنيو هون. كبرنا شوي وقت رحنا على المحل الجديد. في عندك أكتر شيء بنطلب عنا هو الميكس كباب بليت. الأمريكان حتى العرب كل الناس الكباب، في عندك تشيكن، في عندك بيف، وفي عندك فيلي. سو ناس بتطير على بيجي مع رز، بيجي مع غارليك. بعدين شغلات اللي انا بحبها شخصيا كبه لبنيه هون اميزنج. امي حلبيه سو اذا هي رح تعمل كبه ما في حدا احسن منها. سو بعدين في شيش برك كمان طيب انا بحبه. في عندنا مثل مناقيش بيشبه المناقيش
اطيب وحده برايي اللحم بعجين. لحم بعجين يو نو انت عربي شو ما بتعرف لحم بعجين. شو كمان في عنا؟ في عنا في شاورما اكيد، شاورما كلهم بيعرفوها. سو ليتس سي، في عنا منسف، في عنا كبسه اذا انت فلسطيني او اردني اهلا وسهلا. My favorite dish is let's see, shish barak. Shish barak is so good. Shish barak و كبة لبنية. You know, the yogurt تبعنا كنا عم تاكله من سوريا، حلب specifically. Yeah, that's my favorite dish. بيجي معه شوية رز, you know, good times. حمسني كتير لدرجة عملي شوف المطبخ شو عم يصير فيه. قلت له بدك تعمل لي his favorite food. يعني أكلته مفضلة لبن بلا توم. كتير حمس. One of our main prep guys, Dario, اجى لعنا ب 2012 كان يشتغل كديش واشر. ونحن بالمطبخ ما بس كان جيب يعني عرب لأنه هي بتعرف you know how to deal with them, إنه العرب يعرفوا أكلنا وهيك. أمو بخلص الجليات كتير بسرعة. عم بده يعمل شيء. So ماما قالت خد بقدونس و you know قص بقدونس you know. هيك فرامة طلع فرامة فرامة you know. So عمل البقدونس بسرعة مثل ماما والله كويس. عم بلش أتعلمه شوي شوي. بقول لك هذا الزلمه بيعرف يعمل كبه احسن من 100 حلبي وسوري وبيعرف يعمل كل شيء. بس عربي ما علمته. ها؟ عربي ما عربي والله ما علمنا عربي. انجليزي كمان شوي صعب بس اسبانيولي بحت. كبه مشهورين كتير بالكبه. انا طول المطبخ حلب